كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الطالب حاج محمد ماشي سونترال الرباط. بالنسبه للتمور ديال هذه السنه الحمد لله المجهود كاين والاثمنه مختلفه. كاين الاثمنه اللي هي مطرحه شويه وكاين الاثمنه المستقره يعني محلها وكاين الاثمنه اللي يعني المتوسطه يعني متناوله للجميع على قد على 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 قد كل واحد. الانسان الا هو يشري حاجه ديال 100 درهم راه كاينه، اللي بغى يشري ديال 40 درهم وديال 30 درهم راه كاينه، واللي بغى يشري ديال 80 درهم راه كاينه، يعني على حساب الناس كله والقدره ديالو وكله يجهدوا. كتمنى السنه الماضيه سمعنا على ان التمور الجزائريه تمور مسرطنه. حنا بالنسبه لنا حنايا بالنسبه للتمور الجزائريه حنا راه ما كتدخل حنا عندنا ما كتدخل عندنا حتى شي حاجه للمغرب الا ما مراقبه. حنا عندنا المراقبه مكتفه يعني ليلا ونهارا يعني الناس ديال المراقبه مستمره يعني كل وقت كاينه المراقبه. ما يمكنش تكون عندنا شي حاجه خايبه وهي كتباع في السوق والمراقبه احنا عندنا والمراقبه عندنا مستمره. يعني انت تقول للمواطنين ان التمر هذا ما كاينش؟ حنا بالنسبه ما شفنا في هذا التمر حتى شي حاجه لان واحد الحاجه اللي كتجي قانونيه راه ما يعني بانها سالمه. لازم نقولوا الحاجه اللي كتجي قانونيه ومراقبه راه بلا شك انها سالمه. دابا الناس مختلفه على انواع اللي هي الاقبال كلش كيعجبو. كاين دابا اللي كيقلب لك غير على ديك ديال السعوديه ديك السكري كيقلب عليها كياخذها، وكاين اللي عاوتاني كياخذ هذيك ديال تونس هذا، وكاين عاوتاني تيبغي لك غير المغرب. الناس دابا راه ماشي كلها واحده، كلها شنو كيبغي. ما غنقولوش حنا الناس كلهم كيتجهوا لواحد النوع او كيتجهوا لنوع اخر. الناس مختلفه يعني هذاك الشيء على حسب داك الشيء اللي كنشوفوا حنايا كنشوفوا الناس يعني كل النوع اللي كيبغي. يعني اكثر استهلاك حنا الا كان ديال المغرب موجوده راه كتستهلك هي اللي كتستهلك، بالخصوص الموسم ديالها ملي تكون جديده وداك الشيء الناس كيكون عليها الاقبال بزاف. والثانية يعني كاينة عاوتاني ديال السعودية هذيك اللي قلت لك دابا ديك السكري ديال الإمارات ديك لولو، يعني الناس كيتعطوها لهذا الماركت أنواع ديال التمور. شي كلمة للمواطنين بخصوص هذا الشهر؟ يعني كنتوجه السلام ديالي لجميع المغاربة وكنقول لهم رمضان مبارك وكل سنة وأنتم بخير إن شاء الله.